أثابكم الله، هذا سائل يسأل فيما يخص السؤال الأول عن الذي يذهب إلى الدولة الأوروبية ويأتي بالبضاعة ويضطر على إعطاء يعني المبلغ من أجل إخراج سلعته، هل يكمل في هذه التجارة أم لا يكمل فيها؟ أجبنا على هذا أول سؤال، قلنا إذا اضطر إلى هذا لأجل إنقاذ ماله لئلا يصادر لا يجوز له دفع الضريبة لأجل إنقاذ ماله. نعم. ويقول هل يجوز إكمال هذه التجارة؟ نعم، ما يترك التجارة، ما يجوز، ما المسلم ما يترك طلب الرزق ولا يترك التجارة من أجل الضرائب، بل يطلب الرزق ويتاجر، وإذا اضطر إلى دفع الضريبة يدفعها إنقاذا لماله، ما يترك التجارة.